بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا إلى قول الله سبحانه وتعالى: بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. انتهينا إلى كلمة مسومين. كلمة مسومين دي كلمة مهمة جدا. أولا، كلمة مسومين جاية من سمة أو علامة، يعني ملائكة جاءت معلمة، قال العلماء عليهم عمائم صفراء أرخوها تنزل على أكتافهم، وديول الخيول نفسها كانت مجزوزه ومحلاه بالصوف او العهن. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى نزل الملائكه بالشكل ده؟ دي اسباب كتير. اولا، دي كانت سيمه العرب قبل الاسلام، لبس العمائم زينه ووقار وهيبه وفقار في عيون الناس. فجاء الاسلام بتثبيت هذه السنه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: اعتموا في ان الملائكه اعتمت، اعتموا في ان العمائم سيما الملائكه، اعتموا خالف المشركين. دي حاجه. الحاجه الثانيه، عشان المسلم يكون متميز، ربنا سبحانه وتعالى عايز المسلم يكون له سمه او له شخصيه مستقله في مشيته وكلامه ولبسه وهيئته وكل حاجه، بحيث الناس هي اللي تتشبه بينا، مش احنا الناس، مش احنا نتشبه بالناس، ونكون مخالفين لكل الملل الغير شرعيه اللي هي غير الاسلام. وفي حاجه تانية كمان مهمه، ان المسلم، غير ان المسلم يكون متميز وان احنا نخالف المشركين، عشان الصحابه ما يحسوش بغربه لما يشوفوا الملائكه. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول، والقران بيفسر بعضه، لما الكفار بيقولوا عايزين نشوف الملائكة، قالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش الملك ينزل يمشي بهيئته الحقيقية في على الأرض، ما ينفعش. ربنا بيقول: لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام كان بيجي له جبريل احيانا كتيره في صوره صحابي وسيم اسمه دحيه الكلبي، او كان بيجي له في صوره صلصاله جرس. ليه؟ لان وقعه بيبقى على الرسول صلى الله عليه وسلم بيبقى شديد جدا، والرسول قوته كما قال العلماء 30 راجل، او بقوه 30 راجل او 40 راجل، مع ذلك كان بيبقى وقع: ان سنلقى عليك قولا ثقيلا. يعني كان بيقول: ما فيش مره بينزل على الملك الا بحس الروح بتطلع، فما بقى بشر العاديين. انا مش قلت لكم في اللقاء السابق ان كان في اثنين سمعوا حمحمة الخيل في السماء، وسمعوا واحد بيقول له: أقبل حيزوم، سمع الملك بيتكلم صعق، والتاني قال: كنت أصعق وأموت لو أن ربنا سبحانه وتعالى أنقذني. فكان لازم الملائكة تنزل بهيئة البشر لابسة، عشان ما يبقاش فيه إحساس بالغربة، وعشان نفس الكفار نفسهم لما يشوفوهم ما يبقاش يقولوا ده سحر ولا بتاع. فده يبقى إذا لبس الأئمة كان مهم جدا بالنسبة للملائكة. لكن وليه ربنا سبحانه وتعالى قال مسومين ما قالش مسومين؟ في قراءة بمسومين، في قراءة مسومين، لكن القراءة الأشهر مسومين بكسر الميم، عشان يورينا كأن الملائكة، كان ينسب هذا الفعل للملائكة مش لربنا سبحانه وتعالى، مع إن هم نازلين مسومين من قبل الله. ما هو كلمة مسومين يعني ربنا اللي مسومهم، وربنا هو اللي معلمهم بعلم، بسمة أو بعلامة. لكن عايز يقول لنا برضو إن الملائكة نفسها حابة العلم ومختاراها بنفسها، وده أبلغ وأكمل في تبيان عظمة سنة لبس العمة. لما الملائكة نفسها تختار، لأن الملائكة مقبولة على الطاعة، ما تقدرش. أما الإنسان فمخير بين الطاعة والمعصية، فلما بيختار الطاعة، لذلك العلماء قالوا إن المؤمن الصالح أفضل من الملك. فربنا عايز يقول لنا مش بس إن الملائكة، إن أنا اللي خليتهم يلبسوا العمة، ده هم كمان اللي حابينها ومختارينها عشان يورينا قيمة العمة. عشان كده قال مسومين ما قالش مسومين. شوفوا بقى فضل الأئمة إيه. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، والحديث ده رواه الإمام السيوطي، الحافظ السيوطي، وهو من أئمة عصره في العلم الحديث في الحديث في زمانه العلم الحديث، بعض العلماء كانوا بيسموه أمير المؤمنين في علم الحديث. رواه بسند صحيح في الجامع الصغير: صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل 25 أو 27 صلاة بلا عمام، وصلاة جمعة بعمامة تعدل 70 صلاة بلا عمامة. يبقى إذن العمامة بتضاعف ثواب الصلاة 70 ضعف.
انا قلت الكلام ده قبل كده، لذلك انا بقول لكل واحد بيسمعني دلوقتي قاتل انك انت تشتري عماله وتلبسها في الصلوات الخمس وتلبسها من الجمعه، لانها بتضاعف صواب، ضاعف صواب الصلاه 70 ضعف. يعني لو بتاخد خدت مليار حسنه يبقى كانك بتاخد 700 مليار حسنه. وهحط لكم الادله القاطعه بكثره الاحاديث اللي ورد في هذه السنه تحت تحت الوصف. شوف بقى عبد الله بن عمر بيقول: يا بني اعتم تحلم وتكرم وتوقر ولا يراك الشيطان الا فر هاربا. بيقول له الكلام ده لابنه، تحلم يعني تبقى اكثر حلما، وتوكر وتكرم يعني الناس تكرمك تكبر في عيون الناس، وتوقر والناس تحترمك، ولا يراك الشيطان الا فر هاربا. وده ورينا سبب تاني قوي ان الملائكه لما شافت الشياطين، الشيطان لما شاف الملائكه معتمين جرف في غزوه احد، في غزوه بدر اسف. يبقى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم روى ذلك عن العرب: العمائم تيجان العرب، اعتموا خليف المشركين، يعني البسوا العمة عشان تخالفوا المشركين. روى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي ركانة، قال لك كل لفه بتلفها بالعمة على دماغك ربنا يجعل لك بيها نور يوم القيامه. ايضا تسوموا في ان الملائكه تسومت، نزلت الملائكة في سيما الزبير، زبير سيدنا الزبير عمام كان بيلبس دايما عمة صفراء، قال في سيما الزبير على هيئة الزبير بن العوام لابسين عمائم صفراء رخوها على الراس ونازلة على الكتاف، والديول بتاعت الحصانة مجزوزة وعليها عهن أو صوف معلمة برضه. في حاجة تانية كمان مهمة، نزلت الملائكة عليهم سيما الختال، كان ربنا بيقول لك ان الملائكه لما نزلت بتاع معممه دي سمه القتال. عشان كده لما احنا نلبس العمه في الصلوات الخمس وفي صلاه الجمعه كانك راح تجاهد في سبيل الله. فده بيوريك ان الصلاه صلاه الجماعه وصلاه الجمعه جهاد في سبيل الله. عشان كده احنا بنلبس العمه تشبها بالملائكه لما نلبس العمه او العمائم في غزوه بدر. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ما بيلاقيش عمه يوم الجمعه كان بيلف، يجيب اي حاجه يلفها على دماغه يكورها بطريقه معينه زي العمه بالظبط. جاء في الاحاديث كان ما يلاقيش عمه كان يلفها على دماغه. لذلك شو دوريك اهميه العمه قد ايه. فلذلك اوصي كل واحد بيسمعني دلوقتي من الاخوه، حاول انك انت تلبس عمه، وهي العمه متباع في الامارات وتركيا والكويت وكل البلاد العرب. يعني لا انا قلت كنت اشتري. قولوا قولي هذا، استغفر الله.